الكلاينت بتاعه، او يعمل لها فورورد برضو لو كان في سيرفر تاني. هي ممكن يكون النتورك فيها اكتر من سيرفر، ممكن. تمام، وان شاء الله ده هيبقى واضح جدا لما نشرح اللاب، يعني ان شاء الله معنا لاب ممتع. تمام، هنشرح فيه كل الكيسز اللي ممكن تيجي في بالك واللي ممكن ما تجيش كمان. طيب، يبقى هو من حقه يكريت فيلان، ومن حقه يموديفاي فيلان، ومن حقه يديليت فيلان، من حقه يسند اللي هو كاري. يعني افرض ان هو كاريت فيلان، او بلاش اللي هو كاريت فيلان، بيسند المعلومات اللي لوكالي عنده للكلاينت بتوعه. ولو لا ولو في فور ولو في برضه سيرفر تاني يقدر يبعت له المعلومات دي بفورورد، لو المعلومات ديت جات له من انذر سيرفر، او من انذر لو معلومات جات له من انذر سيرفر يقدر يعمل لها فورورد ادفرتسمنت. سينكرونايز يعني ايه سينكرونايز؟ يعني لو احنا قلنا برضو ان هنا في سيرفر، مش بس المعلومه لو المعلومه جات له هيعمل لها فورورد للكلاينت، لا، سينكرونايز يعني هيابديت التيبلز بتاعه، هيابديت الفيلان داتابيز بتاعته. تمام، ويزود التغيير اللي حصل من السيرفر التاني. يبقى هو لو جاله ابديت من انذر سيرفر بيعمل ابديت للتيبل او للفيلان داتابيز بتاعته، وكمان بيعمل فورورد للكلاينت، ومن حقه ان هو يسيف في الام في رام. الكلاينت ببساطه نوت سي نوت كرييت نوت موديفاي نوت ديليت، مش من حقه ان هو لا يكريت ولا يموديفاي ولا ديليت، من حقه ان هو يسند. مش مكتوبه في السلايد دي، حط جنب سند كده علامه استفهام او علامتين استفهام، يمكن السلايد حتى يعني ايه هي بقت نقطه توقف، هل هو بيسند ولا مش بيسند. هو بيسند في سبيشال كيس. تمام، هنشوف ان شاء الله سبيشال كيس ديت في اللاب. تمام، لكن نقول ان هو الاصل ان هو نوت سند، لكن هو بيسند فعلا في سبيشال كيس، وهنشتغل السبيشال كيس ديت في اللاب ان شاء الله. بي فورورد الادفرتسمنت يعني ايه بي فورورد؟ يعني لو السيرفر بعت له زي ما هو بعت هنا اهوت، بعت له ابديت اهو، يفورورد الكلام دوت لو في كلاينت تاني. بي سينكرونايز يعني ايه بي سينكرونايز مره تانيه؟ يعني لو السيرفر بعت له ابديت او بعت له ادفرتسمنت، مش بس بيفورورد الكلام ده للكلاينت التاني، لكن طبعا ان هو بيابديت الفيلان داتابيز اللي عنده، مش بيسيف في الام في رام. الترانسبيرنت دوت واحد يعني زي ما اقول كده مثلا واحد عايش عامل دماغ شويه يعني عايش في دنيا تانية خالص، هو بيكريت وبيموديفاي وبيديليت. حلو كده، من حقه ان هو يكريت فيلان، ومن حقه ان هو موديفاي، ومن حقه ان هو يديليت فيلان. بيفورورد يعني لو السيرفر بعت ابديت يعمل له فورورد للكلاينت. طيب جميل، نوت سند، لكن هو مش بيبعت الابديت اللي هو مش هو كاريت فيلان، هو كاريت فيلان اوكي، مش بيبعت الفيلان اللي هو كاريتها ديت لاي حد. نوت سينكرونايز doesn't synchronize. يعني ايه doesn't synchronize؟ يعني السيرفر بعت له معلومات، هو فعلا بعتها للكلاينت زي ما احنا شايفين، يعني هو السيرفر بعت له ادفرتسمنت جديد، نيو ادفرتسمنت، عمل لها فورورد للكلاينت، لكن هو ما عملش ابديت للفيلان داتابيز اللي عنده. في الاخر خالص ما بيسيفش في الام في رام. هنا في انا عارف ان كل واحد عنده مجموعه من الاسئله كتير جدا. اول حاجه ازاي ده يبقى سيرفر وكلاينت وترانسبيرنت، ده هنشوفه في اللاب. هنشوف في اللاب كمان لاب ظريف، يمكن انا من اللابات اللي بستمتع بيها جدا، لاب الفي تي بي. هعمل لك حوالي 10 او 12 كيس، مره اوصل سيرفر بكلاينت، مره اوصل لك سيرفر بسيرفر، مره اوصل لك سيرفر بترانسبيرنت كده يعني. فهنوصل كل الاحتمالات اللي موجوده عندنا، ونقعد نسجل الاوتبوت علشان دوت هيساعدنا ان احنا نفهم الفي تي بي مود اكتر. اما حكايه ان كان الراجل الترانسبيرنت ده نوت فورورد، انا اسف، نوت سند ونوت سينكرونايز، طب احنا بنستخدمه ليه؟ ما يبقى خلاص يستخدم للسيرفر لا اما كلاينت. نقول لك تعالى تخيل كده ان انا عندي سويتش اهو، السويتش دوت واصل بسويتش تاني، السويتش التاني دوت واصل بسويتش تاني، دي سويتشات، انت سويتشات بقى ما حدش ياخد علينا. ما
متوصلين ببعض كالتالي: واحد اتنين تلاتة، عشان احنا مش هنبقى عارفين. سويتش اتنين ده ترانسبيرنت، سويتش واحد ده سيرفر، سويتش تلاتة ده كلاينت. انا عايز اتست حاجه في النتورك بتاعتي. لو كنت كلاينت مش هقدر اصلا اكريت فيلان، صح؟ فمش هقدر ابقى كلاينت. لو انا سيرفر هتبقى دي مشكله اكبر، ان انا لو عملت كرييشن للفيلان علشان ابعت الكلام دوت للناس كلها، الفيلان ديت هتنتشر في النتورك بتاعتي وانا مش عايز كده. فالحل ان انا اكون ترانسبيرنت. واحد يقول لي لا، في حل تاني، ان انت اصلا تلغي الفي تي بي مود. اقول لك هنا مشكله بقى، ان السيرفر لو عايز يبعت حاجه للكلاينت وانا ما عنديش في تي مود، انا هعمل دروب للباكت. لكن انا قلت لك ان الترانسبيرنت بيعمل ايه؟ بيعمل فورورد. يعني لو جه ابديت من السيرفر، الترانسبيرنت هيعمل له فورورد لحد الكلاينت. فانا كده قدرت اعمل التست بتاعي، وفي نفس الوقت ما قدرتش اعمل اي فولت او اي بروبلم في النتورك بتاعتي، عن طريق ان هو لو اتبعت ابديت من سويتش من سيرفر لكلاينت، وكنت انا مثلا السويتش اللي بيعدوا عليه، اقدر ان انا اعمل فورورد للباكت. تاني كده نراجع على المود بسرعة. احنا عندنا ثلاثة مود، السويتش ممكن يكون في مود من الثلاثة او في تي بي مود. الفي تي بي مود هم ثلاثة مود، بلاش المود بتاع السويتش. الفي تي بي مود دول 3 مود. اول مود السيرفر مود، بيكرييت وميديفاي، بيديليت، بيسند. بيسند اللي هو اللوكال فيلان داتابيز، يقدر يسند الكلام دوت لانذر سيرفر او انذر كلاينت. تمام. بيفورورد اي ادفرتسمنت جايه له من انذر سيرفر، يقدر يعمل لها فورورد للكلاينت بتوعه او لانذر سيرفر تاني. بيسينكرونايز، يعني اي ابديت بيجي له من انذر، او اي ادفرتسمنت بيجي له من انذر سيرفر، بيعمل بيابديت الداتابيز، الفيلان داتابيز بتاعته، بنحاول ان هو يسيف في الفيلان. الكلاينت بيفورورد و بي نوت كرييت، بي نوت موديفاي، نوت ديليت. سند في سبيشال كيس، بيفورورد الادفرتسمنت، بيسينكرونايز، ما بيسيفش في الان فيلان. الترانسبيرنت بيكرييت وبي موديفاي وبي ديليت، بس نوت سند ونوت سينكرونايز. كل اللي بيعمله هو بيفورورد بيفورورد الادفرتسمنت وبيسيف في الان فيلان. اتبقى كده شوية حاجات علشان نقدر ان احنا اتبقت شوية شروط علشان الفي تي بي تشتغل. تمام. ازاي الفي تي بي، ازاي الادفرتسمنت ده بيتبعت؟ وانا قلت السيرفر ممكن يبعت للسيرفر. طيب مين السيرفر اللي هيبعت للتاني، ومين اللي هيستقبل من التاني؟ جميل. تعالوا نتخيل كده. اول حاجه هنتكلم عن حاجه اسمها ريفيجن كاونتر. حاجه اسمها ايه؟ ريفيجن نمبر مثلا، او ريفيجن كاونتر. ايه حكايه الريفيجن كاونتر دي؟ في البدايه كلنا عندنا ريفيجن كاونتر زيرو. اول ما السيرفر بيبعت كل 300 سكند، كل 300 سكند بيبعت ادفرتسمنت بكل الفيلان داتابيز اللي عنده، او لو هو كانت نيو فيلان بيبعتها فورا. تمام. يبقى هو يا اما بيبعت الفيلان اول ما بيكريت فيلان، او كل 300 سكند، اي تقريبا كل 5 دقايق بيبعت ادفرتسمنت جديد. بيبعت الفيلان داتابيز وبيبعت معاه حاجه اسمها ريفيجن كاونتر. في البدايه ريفيجن كاونتر بكام؟ زيرو. طيب جه يبعت نقول ان احنا وصلنا للريفيجن كاونتر 3 مثلا، عشان نبقى زي السلايد. ريفيجن كاونتر 3، بعتنا ريفيجن كاونتر 3 للكلاينت، عملوا ابديت، اوكي، لقوا ان هما كانوا ريفيجن كاونتر مثلا بتاعهم 2، خدوا ابديت 3. طيب بعد 300 سكند بعت الفيلان داتابيز بتاعتي وبعت ريفيجن كاونتر 3 مره ثانيه، معنى كده ان في ابديت حصل؟ لا، اصحوا كده معايا شويه. لا، معنى كده ان ما حصلش، لان انا بعت الثلاثه دي من شويه.